يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض خشاف الدراء او مثل ما بيقولوا كومبوت الخوخ، له عده اسماء، ما بعرف انتم شو بتحبوا تسموه بتسموه. اول شيء عندي هون انا كيلين من الدراء. هلا رح نعمل المراحل لانه هو ما فيه شيء، بس عباره عن مي وسكر والدراء او اي فواكه ثانيه فيكم تستعملوها. رح اخذ حبه الدراء، يفضل يكون الدراء قاسي شوي، يعني ما يكون من المستوي لانه رح يخبص معنا، نحن بدنا اياه بيكون صاحي يعني. بس انا رح احط السكين هيك واعمله هيك بهالشكل هذا، بس هلا بمرق السكين عليهم كلهم هيك بهالشكل هذا. انا حطيت طنجره على النار، حطيت فيها تقريبا نص مي، يعني لازم يغمرهم للدراء وقت يحطوا لازم ينغمروا، لانه هاي المي بدها تطلع كثير طيبه. هلا وقت نحطها بالبراد وتبرد رح تلاقوها قد ايه طيبه، وقت بدكم تشربوها بالصيف جدا جدا منعشه بتكون. رح نزل عليها الدراء وبخليهم هلا، هو طبعا رح ترجع تبرد المي، رح خليها تقريبا شيء 10 دقائق بس مو اكثر، بعدين بنطالعها بنحطهم بمي بارد، يعني ما يكون فيها تلج. بس لا حتى هدول ما نزلوا معي، خليها هلا 10 دقائق تغلي وبعدين بنحطها بمية التلج. شايفين كيف هلا صار 10 دقائق عم يغلو؟ هلا انا هدول رح اخذهم بجهز مي مسقعه، يعني بيكون فيها تلج، بحط فيها تلج، بصير بطلعهم وبحطهم فيها. هلا بتشوفوا كيف. طبعا هاي المي نحن بدنا اياها، رح حطهم هيك بقلب المي المسقعة. رح اقرب هاي، رح اخذ الطنجرة شوي على جنب شوفوها. متى ما حطيناهم هيك بالمي المسقعة مباشرة أنا بتطلع معنا الجلدة بهالشكل هذا، شايفين كيف؟ بعملهم كلهم هلا هيك بهاي الطريقة نفسها. أرجيكم الثانية بس كمان. لما بعد ما قشرتهم كلهم شايفين محل ما نحن فتحنا هلا هيك، بس بضغط عليها هيك شوي صغيره بفتحها رح تطلع معي مثل ما هي بهالشكل هذا. هلا هون البذره طبعا هي بعدها بتكون سخنه، يعني رح احاول طالعها هيك بالمعلقه. بنحافظ عليها، بدكم اياها تخلوها بهالشكل هذا نص قطعه او تقسموها هيك بالنص تاخذوها ارباع يعني. هلا انا قمت كم وحده هون عملتهم هلا هدول، هلا بس خلصتهم كلهم راح لكم الخطوه اللي بعدها. انا رجعت المي اللي سلقنا فيها الدراء، راح احط عليها كاسه من السكر. انتوا قد ما بدكم تحطوا الحلو بيرجع لكم، يعني هذا ممكن تحطوا اقل او اكثر. هلا بتركها لحتى بس تغلي، برجع بنزل الدراء بس تقريبا شي 3 او 4 دقائق بس مو اكثر. هلا بعد ما غليت المي رح احط انا رجع الدراء، اتركه بس 3 دقائق مو اكثر، ما بدنا اياه نحن ينخبز. بعدين بنقيمه بنحطه بالبراد لحتى يبرد تماما وبعدين بنقدمه. طلعت الدراء من البراد صار بهالشكل هذا، طبعا بيكون خفيف العصير اللي بدنا نشربه، شايفين كيف قوامه، بيكون اخذ نكهة الدراء. فيكن تعملوا اي فواكه بنفس الطريقة مثل المشمش او التفاح او الانجاص، وحطيت لوز مع الطبق اللي بدنا ناكله هلا، وهذا فيكن تقدموه طبعا بتحطوه مع التارت او مع الكيك، وفيكن تعملوا له سلطة الفواكه. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم، اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.